تعتبر شركة دولتشي أند جابانا أحد أرقى وأغنى بيوت الأزياء في العالم، بحيث يقدر رأس مالها بمليار و160 مليون دولار. ومؤسس الشركة معروفين بتصميمهما لأبرز مشاهير العالم. لا تقتصر منتجات الشركة على الثياب، بل تصمم الأحذية والحقائب، الساعات، العطور والعديد من المنتجات الأخرى. ولطالما تميزت بتحديدها للتوجهات الجديدة بدل أتباعها، لحد أنها تعاونت أكثر من مرة مع شركات ذات تخصص بعيد لتساعدها على تصميم منتجاتها. وقد قررت دار الأزياء الإيطالية دولتش أند جابانا في بداية 2016 أن تدخل سوق ألبسة النساء المحجبات، الذي بدأ يعرف نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، وذلك من خلال مجموعة من العبايات أعلنت عنها، وينتظر أن تلقى رواجاً كبيراً في الدول الإسلامية وبالخصوص في الشرق الأوسط، الذي سجل رقماً قياسياً يفوق 8 ملايير دولار سنة 2015 في سوق الألبسة حسب مجلة فوربس. تعرفوا على ما قدمته الشركة من تصميمات في الصور التالية.